السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتوا عارفين ايه اكتر حاجة يا جماعة ممكن تقلب الدنيا وتلخبط الامور في موضوع السكر والضغط؟ هو الحاجة الخطيرة يعني التوتر العصبي والزعل والحزن. وطبعا او يعني دي حاجات من الحاجات الخطيرة، ولكن كمان معاها موضوع اللخبطة في العلاجات والأدوية الكتير. مريض السكر والضغط بياخده ممكن 15 حبة في اليوم، إشي مكملات غذائية وإشي مش عارف حبوب إيه والضغط دواء إيه والفيتامين معرفش الفلاني. وطبعا ناس كبيرة في السن بتبقى بتتذكر ساعات الحاجات غلط، فممكن تاخد الحباية تنسى، تاخدها مرتين، تاخدها ثلاثة. عشان كده دايما الحاجات اللي ملهاش لازمة ما نستعملهاش. يعني كتر الأدوية في حد ذاته غلط. المفروض ان انا افكر شوية، انا باخد الدواء ده ليه؟ باخده عشان سكري عالي، ولا باخده علشان ضغط عالي، ولا باخده عشان كوليسترول؟ تخيل مثلا هنقول السكر 3 حبات والضغط حبة او 2، يبقى كده 5 حبات، والكوليسترول حبة 6 حبات، والادويه بقى التانية اللي هي فيتامين بي ومش عارف ايه 7 حبات. ده خلي بالكم، ده احنا بنتكلم في يوم واحد. وادويه تانية ساعات بتاخد ناس ادويه نفسيه او ادويه للعظام، حبايه للعظام وحبايه مش عارف ايه، دخلنا في 10 حبات. 10 حبات دواء دي اقل حاجه بياخدها مريض السكر والضغط. 10 حبات دواء في 30 يوم ب 300 حبه. تخيل انت بقى الاعراض الجانبيه للأدوية دي كلها بتعمل إيه؟ المشكلة الرئيسية إن أنا بتكلم على نمط غذائي صحي عشان أعالج بيه الضغط وأعالج بيه السكر. النمط الغذائي الصحي ده محتاج مننا إن إحنا نتكاتف جميعاً ونحل الموضوع بنظام غذائي. وبرضو مش معنى كده بقولك سيب الأدوية، لا، أنا بقولك يعني على الأقل لو انا بطلت الاكل العيش والكربوهيدرات، على الاقل خالص ان انا هقلل الحبوب بتاعه السكر، فانا هقلل من 10 حبات الى 5 حبات. الضغط هتاخد حبه واحده. بقى دلوقتي بيعملوا الادويه كلها مع بعض في حبايه واحده، يعني ممكن تلاقي 3 انواع حبوب في حبه واحده، مدر للبول مع دواء ضغط نوعين وكلهم بيتاخدوا في حبايه واحده. فانا دايما ادور على الادهرنس، يعني ان الحاجات دي تتاخد يعني بطريقة بمرة واحدة، افضل من ان انا اخدها حباية واثنين وثلاثة. اللي بيلخبط الدنيا مع مرض السكر انه بياخد الحبوب زيادة وبياكل ويشرب زيادة، والتوتر العصبي بيجيله نتيجة ارتفاع السكر ونتيجة مشاكل الحياة. فمجرد ان هو السكر يرتفع ومشاكل الحياة تحصل، يبدأ التوتر ده يزيد من ان هو بيستعمل الأدوية عمال على بطال، فبيضطر ان هو السكر بتاعه يعلى، وبعد ما بيعلى بياخد حبوب زيادة، يقوم السكر يهبط جامد وتبدأ هلوم جرة، التراكم بتاعه يعلى والمضاعفات تبدأ تحصل. بيجي مشاكل كتير جدا لمريض السكر ومضاعفات كتير احنا اتكلمنا عنها كتير جدا، ولكن المشكلة الرئيسية اللي بتدعو ان المريض السكر ان هو بيتلخبط خالص التوتر العصبي، والتوتر العصبي اللي بيرفع السكر، يقوم التوتر العصبي يزيد، يقوم تاخد أدوية وتلف في دايرة مقفولة. نصيحتي ليكم يا جماعة ان انا بقول لكم حاولوا تقللوا الأدوية مش تزودوها. حاولوا تقللوا وجبات الأكل بتاعتكم، مش لازم ناكل 24 ساعة. وحاولوا تنظموا الدواء بطريقة كويسة. وعلاج السكر من أسهل الأمراض. انت لو شفت الأمراض التانية، الفشل الكلوي والمناعية والحاجات دي كلها حاجات قاتلة، يعني حاجات ربنا يحفظكم جميعا، حاجات يعني عندي كامل ما تتحركش. لكن دلوقتي السكر، ما كل بيت فيه سكر، ولكن بتختلف من واحد للتاني، انت منتظم ولا مش منتظم. ظبط نفسك، فيتاميناتك تاخدها لو انت محتاج لها، مكملات الغذائية لو انت محتاج لها. مفيش حاجة اسمها اخد مكملات بدون ما اعمل، او فيتامين دي بدون ما اعمل تحليل فيتامين دي. فيتامين بي لو انت بتاخد جلوكوفاج وما بتاكلش كويس برضه نفس الكلام. وارحموا السن الكبير، السن الكبير
مفيش داعي يعني، لازم الاب والام سنهم كبير لازم حد يرعاهم في الادويه، لان احنا مع الوقت بننسى، فبدل ما ياخدوا حبايه مره واثنين وكده لا، يبقى انا ممكن ان انا اخدهم بطريقه تكون سهله للسن الكبير. وكمان ناهيك عن السكر والضغط، الغده الدرقيه لازم اظبط علاج الغده الدرقيه، لان كسر الغده الدرقيه هيعمل لي مشكله كبيره. هي دي الفكره، حبيت اشارككم بعض الافكار كده، واتمنى تكون الرساله وصلتكم يعني. شكرا لكم.